صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل المستمعات لاله مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم ومن خلال برنامج لاله مولاتي، برنامج المراه الطفل والاسره، ومع فقرات كلها افاده ان شاء الله. ونتمنى لكم بدايه اسبوع موفق ان شاء الله بالصحه والسلامه ورزق وتيسير للجميع. اليوم من خلال شيوات لاله مولاتي فغادي نقترح عليكم اقتراحات ليا سهله، طاجين ديال الدجاج بالبصله والبرق وخوز بيب، وكذلك طريقات ديال التعسال ديال الصفرجل في الوقت ديالو. نتمنى انكم تجربوا لانه فعلا كيجي مزيان، واللي ممكن انكم تحتفظوا بالكميه كثيره، يعني ملي تقداو الصفرجل بالكميه ملي يكون الوقت ديالو وتقداوه بكميه، وممكن انكم تعسلوا بهذه الطريقه ديال المستمعه امينه السقاط، وفرصه انكم ديروه في الكونجيلاتور في المجمد وقت ما بغيتوا، يعني كتخرجوا يعني كطيبوا اللحم او الدجاج وديك الساعه عندكم صفرجل معسل يعني في بواطات في المجمد. غادي نتعرفوا على الطريقه مضبوطه جدا، وكذلك غادي نمشيو نتعرفوا على المستمعات اللي تختاروا اليوم من خلال المسابقات اليوميه واللي كيمنحوكم كل شهر هدايا من ذهب. ونتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات لاله مولاتي اللي شاركوا معنا من خلال المسابقات، واكيد المزيد من الشهيوات والنصائح المنزليه والمطبخيه رفقه حداك المستمعات في التواصل المباشر اللي كيجمعنا بكم من 11 ل 12 دائما على 0522 88 00 60 61 62. نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا مباشره لبرنامج لاله مولاتي من خلال فقرتنا المتنوعه. كنجدد الترحاب والتحيه الصباحيه لكل مستمعينا الاوفياء، وخاصه العاد التحقوا بنا اللحظه، وغادي نمشيو مباشره لاولى فقرتنا شهيوات لاله مولاتي، وغادي نتواصلوا مع المستمعه حياه ام فهد من جديده، وغادي نتعرفوا ان شاء الله على الاقتراحات والشهيوات اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. صباح الخير حياه. صباح الخير اختي سناء. لاباس عليك، صبحتي؟ لاباس الحمد لله. صباح الله يبارك فيك، بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله ليك والاسره ديالك. لينا وليك ولجميع المستمعات ان شاء الله. اختي سناء، ساره مقلقه عليا بزاف، قالت لي دائما تقولي حياه ام فهد ما كتقوليش حياه ام ساره. هذه المره قالت لي الا ما سمعت سميتي غنقول لصحاباتي في ليكول ما يبقاوش يتصلحوا من الراديو. ما ديروش استثناء منكم لوليداتكم، انا اللي قلتوا لي راه كنقولوا. وهذاك الشيء اللي كان، ربي يخليك. الله يحفظهم لكم ان شاء الله، الله يطرح فيهم البركه يا ربي. امين اختي سناء. راه فعلا عندك الحق، راه واخا الوليدات ما كيردوش البال بعد النوبات، ولكن راه ملي كتكرر دائما كنلقى نفس المشكل. بزاف ديال الامهات اللي كيتواصلوا معايا كتقول لي كيتقلقوا فيا. اييه لا فعلا، لا راه ما راسناوش بنفسي فعلا، حنا كبار وما كنبغيوش يعني المواطن يديروا استثناء ولا ما كاين. بس الفم اللي غيقول فهد نقولوا تساره ساره. ايه ولا غتفقدي مستمع ديال القسم الثاني تساره. لا 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 الملائكه بغيناهم يبقاو معنا. تبارك الله، حياه ام فهد وساره من جديد. الله يحفظهم لك يا ربي، مرحبا. الحمد لله. اختي سناء، اليوم غنعطيك واحد الدجاج، ونتمنى المستمعات يجربوا اللي ما كينطقش ليهم الدجاج مضمر ديال العراسات ان شاء الله بالنعناع. مزيان. كنشدوا هذيك الطحانه ديال العطريه، كنديروا فيها واحد نص بصله وقزبر ومعدنوس عريشات، واحد العرش ديال النعناع كنحيدوا منه العويد وكنخليو غير الوريقات، والثومه الهريسه واللب ديال الحامض كنطحنوا مزيان. هذا الشيء اللي كنطحنوا كنديروا في واحد البول كنزيدوا عليه. واخا حياه غير بشويه نبداو الطحانه، هي غادي نعاودوا باش المستمعات يسجلوا ان شاء الله ويضبطوا المقادير ويجربوا هذا الاقتراح ديال الدجاج من عندك. واخا اختي واخا يعني. كنشدوا واحد نص بصله كنديروها في الطحانه ديال العطريه مع الربيع ومعدنوس، ثومه الهريسه، واحد العرش ديال النعناع غير الوريقات ماشي بلاصاق، واللب ديال الحامض، وكنطحنوا مزيان هاد الشيء حتى كيتفتح. الثومه والهريسه واخا كنديروا في واحد البول كنزيدوا عليه سكينجبير، شويه البزار، شويه الخرقوم، والضويمه ديال الزعفران اللي كديرها اللي ما كديرهاش تقدر دير ديك الزعفران الحر والمروزيه. المهم كنرقدوا الدجاج ليله كامله كنخليوه مرقد بعد ما كنغسلوه ويتقطر وداك الشيء. لغدا اختي سناء كنديروا واحد الكوكوت كنديروا فيها بصله كنحكوها، وكنديروا نفس العطريه اللي درنا في الدجاج، سكينجبير، البزار، الخرقوم، عرق والضويمه، وقع قله وبسيبيسه غير جوج حبات يكونوا فاينين من لوحه فاينين. واحد الحكه ديال الكوزه كتعطي واحد المذاق غزال للدجاج. صافي كنحركوا كنديروا الدجاج ديالنا، كنديروا واحد نص كاس ولا كاس لاروب ديال الماء، كنقصوا البوطه وكنخليو الدجاج غير يشرب هذيك المويه، عاد كنزيدوا الزيت في المرحله الاخيره.
صافي اختي كنرويو الدجاج بالقياس اللي غيطيب، ومن بعد ملي كطيبنا الدجاجه كنهزوها كندهنوها بشويه الهريسه وزبيده ولا لاموطاغ، وكتحمر كيجي رائع اختي. بالنسبه للمرافقه كمرافقه كفكره، كنشدو بطاطا، واحد بطاطا كبار كنغسلوهم مزيان كنطلقوهم، كنحيدو ليهم القشره ديالهم ونعسوهم، كنزيدو عليهم واحد الصفر بيضه ومليحه وبزار، وكنخلطو مزيان البطاطا ديالنا كنكوروها وراها كويرات صغيورين، كندوزوها في الطحين وبيضه كامله وفي اللوز ايفيلي. عاودي لنا البطاطا للمستمعات باش باش يسمعوا المقادير والطريقه. واخا كنشدو بطاطا تكون كبيرة كنسلقوها كنقشروها ونعسوها، كنمعسها اختي كنزيدو عليها صفر بيضة والملح والإبزار، كنخلطو هادشي مزيان كنكوروه كويرات كندوزو في الطحين وفي بيضة كاملة وندوزوها في اللوز إيفيلي في اللحظة. اللوز إيفيلي واخا كنخليوها كتنشف كنخليوها واحد شوية تنشف شي نص ساعة ولا شي، عاد كنقليوها كنديرو دوك كنزوقوها بدوك لي كيغدون اللي مزوقين فيهم الموتيف من الفوق، كنزوقو به الدجاج ديالنا اختي سهلة وراه كيجي طبق زوين. أيه الله يعطيك الصحة، الطريقة ديالو سهلة ونتمنى السيدات يجربوه اللي ما كيطيقش ليها اختي مع داك الكوزه وداك المقادير اللي في الدجاج كيجيو زوينين. بالنسبه للدجاج اخر هذا مشوي في الفران كتتبيله كنديرو التحميره بابزار كينجبير شويه السمن كمون عطريه ديال الشاورما ملح بشويه حياه الله يجازيك بخير. واخا اختي انا نسيتي لي اموال فاش ليا. لا لا ماشي مول ما اليوم ياك ما تابعك شي شغال ولا شي حاجه. لا 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 اختي لا ربي يخليك. حميره حميره ليبزار سكينجبير سمن كمون عطريه الشاورما الملح نديروه القياس حيت مازال غنديروا لاموطاغ والكيتشوب بلاصه الصوجا. المهم سكينجبير طري واحد الحكه لاموطاغ كما قلنا كيتشوب صوص الصوجا والثومه محكوكه، كندهنوا الدجاج ديالنا مزيان كنلويه في بابي هذاك سيرفيغيزي ابخي كنديروه في بابي الومنيوم وكندخلوه للفران. ملي كنحسو به طاب كنخشيو العود ديال الكيغدون كيطلع لنا ناشف كيلصق كيلصق في الدجاج وكيطلع ناشف، كنقولوا صافي راه الدجاج طاب باش ما صافي كنحيدوا البابي وكنحمروا نديروا لها شويه الزبده وندخلوها تحمر. اييه كنرافقوها بالخضره سوتي ولا اللي كان ولا روز ولا اللي كان ولا واحد جوج طرق ديال الزيتون خضر وحمر كنشرملوهم كمرافق للدجاج. كنشدو الزيتون خضر كنطلقوه شي جوج المرات، كنشدو مقيله كنديروا فيها بصله محكوكه ربيع الكمون الهريسه الملح زيت العود واحد الحامضه مصيره مقطعه طريفات صغار القشره واللب ديالها كامله ياك مقرده رقيق عايزه صغيورين صافي كنصطو الزيتون ديالنا كيجي غزال اختي سناء هذا الزيتون الخضر. الزيتون الخضر يكون مسلوق جوج المرات من قبل يكون مسقطرو وبصله محكوكه خضراء خضراء كنصطوها تشحر شويه مع عاد كنزيدو الزيتون ابخي كنصطو كل شيء. بالنسبه للزيتون الاحمر حتى هو كنحيدو ليه العظم ديالو كنكبو عليه الماء طايب شي جوج المرات الخضر كنطلقوه وهذا يدخل الماء طايب كنديرو في مقيله كنديرو فيها الثومه محكوكه شويه الهريسه زيت العود تحميره الملح الابزار واحد ورقه موسى وحامضه مصيره واحد المعلقه كمون صغيره ونبقاو نحركو ونصوطيو كيجي كمرافق للدجاج ولا ولا يتكلعب بحال هكا كمرافق فعلا واخا مشرمل في الدار يعطيك الصحة تبارك الله عليك ربي يخليك اختي سناء. بالنسبه لواحد الشربه وهذه للامانه ديال اختي حنان دعاء الغفران دعاء غزاله جربتها بغيت نتقاسمها مع الاخوات. بالنسبه كنشدو واحد ربعه دجاج هاد الشربه ديالها اش فيها الخضره؟ الخضره وكدور بلاصوص بيشاميل واخا كنشدو كوكوت كنشحرو فيها بعدا بصله وكنضيفو داك الدجاج الرابعه اللي قطعناه طريفات صغار وكنضيفو الخضره ديالنا جوج حبات ديال البطاطا جوج حبات ديال قرعه خضرين جوج خيزوات كنقطعوهم طريفات صغار مع مليحه وليبزار
واحد الربطه ديال الربيع وسكين جبير صافي. كنسطيو هادشي مزيان وكنديرو واحد جوج اطرو ديال الماء فين نطيب لنا الخضره. كنسدو الكوكوت ملي كيطيب كنزولو الربيع ديالنا وكنطحنو كلشي. فعلا اييه كنكونو ديجا صايبنا لاصوص بيشاميل اللي فيها نص اطرو ديال الحليب مع معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال الدقيق ورشه ديال الملح والابزار فوق نار مهين حتى كتعقد لينا هذيك لاصوص بيشاميل. صافي ملي كنطحنو الخضره ديالنا كندوروها كندورو لاصوص بيشاميل كتجي غزاله كشوربه. نتمنى يعني فحال خاصه يعني تعودنا على مثلا الشوربه الا بغينا ندوها اكثر وخاصه الوليدات كنديرو فيها القطع الجطاريه ولا الفرماج الا ما توفروش وهذا كبديل نديرو صلصه البيشاميل. اختي داكشي اللي كاين. عندك واحد البسبوسه غزاله حتى هي بالكرامبل والبسبوسه فيها كاس ديال سنيده ثلاثه البيضات كاس ديال الكوك كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت كاس ديال السميده كاس ديال الفورس وياغورت طبيعي واحد شويه الزبيب مطحون تقريبا شي 50 غرام 50 غرام بحال شي كميشه بحال هكا وجوج خمارات وجوج خمارات حلوه عاودوا المقادير للحياه. واخا اختي كاس ديال السنيده ثلاثة البيضات كاس ديال الكوك كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت كاس سميدة كاس ديال الفورس سميدة رقيقة ديال الحلوة في سنة ياغورت طبيعي شوية الزبيب مطحون وجوج خمارات. واخا كنطربو اختي سناء ثلاثة البيضات مع كاس ديال السنيدة مزيان وكنبقاو نزيدو الزيت بشوية بشوية بحال الخويط بحال كنصايبو المايونيز تكطلع لينا شوية. كنزيدو كاس ديال الحليب كاس ديال الياغورت كنخلطو مازال وابخي كنزيدو الزبيب ومن بعد كنزيدو النواشف اللي هما كاس ديال الكوك كاس ديال السميد كاس ديال الفورس جوج خمارات. كنشدو اختي سناء مول كيكون مدهون بالزبده كنقسمو هذاك البسبوسه اللي صبنا صايبنا كنقسموها على جوج على جوج. واخا كنديرو المول بعد ما كنكونو دهنا بالزبده وشويه الفورس كندخلوها شويه طيب تبقى الاولى ما تحمرش كطبقه اولى ما تحمرش غير تشد راسها شويه صافي. كنخرجوها كنصوبو كنكونو ديجا صايبنا لا كريم باتيسيير سيدي كاع كيعرفوا اختي فعلا صايبوا لا كريم باتيسيير. صافي كنحاولوا نخويو على البسبوسه من الوسط باش ما تهبطش لينا على الجناب ديال المول ما تهبطش على. صافي كنمشيو للطبقه الثانيه اللي ديجا صايبناها الى بانت لينا عقاد تختي سنة كنزيدو فيها واحد شويه الحليب حيت شويه غتسنى على ما طيب الاخرى شويه كتشرب. اييه الطبقه الثانيه الطبقه الثانيه كنزيدو واحد جوج معالق ديال الحليب. صافي اختي كنديرو هكا طبقه فوق هذيك لا كريم باتيسيير وكتدخل الطيب. ملي كطيب اختي سنة كنديرو واحد الكرامبل اللي فيه 60 غرام ديال الكوك 60 غرام ديال البسكويت الكوك راه معروف طحون و 30 غرام ديال السنيده و 60 غرام ديال الزبده. غادي نبسبسوهم بحال غنصايبو بحال غنصايبو لاباط صافي اييه نرملوهم. قلتي لنا 60 غرام ديال الكوك و 60 غرام ديال البسكويت ديال الكوك مطحون و 30 غرام ديال السنيده و 60 غرام ديال الزبده. اييه كنبسبسوهم كنبسبسوهم هاد كنديروهم فوق الطبقه اللي صايبنا اللي ديجا حتى هي دخلناها للفران ولكن ما طابتش يلاه هي غتراسها شويه. كنديروها الطبقه ديال الكرامبل وندخلوها طيب لاخر مره. وبالنسبه ملي كتخرج اختي سناء نسقيو نص كاس ديال السكر ونص كاس ديال الماء وواحد طونج ديال الحامض صافي وراه بسبوسه كتجي هائله اختي سناء. اييه بالكرامبل وبديك كريم باتيسيير مع الكامل الوصل يعطيك الصحه تجي زوينه كتجي غزاله. نتمنى المستمعات كاع يجربوها. نتسنى ان شاء الله احسن بسبوسه دقتها.
لا فعلا الله يعطيك الصحة تبارك الله الله عليك. يخليك اختي سناء، كاين مازال الوقت؟ نكتفيو بهذا القدر والله يعطيك الصحة. واخا ماشي مشكلة، ربي يخليك اختي سناء، شكرا بزاف. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف حياة أم سارة وفهد من جديدة، مشكورة جدا على كل هذه الاقتراحات اللي قدمت لنا. معني دجاج يعني ممكن أن نصيبوه كغديوة أو لها كامل يكونوا هكا مجموعين مع الحباب، طريقة ديالو سهلة، ونتمنى تتبعوا المراحل. كذلك هذه الكويرات ديال البطاطا كتجي بحال الغريبه ديال لي زامون دي فيلي، نغيروا شويه في المنظر. بالنسبه لهاد البسبوسه تبارك الله، المستمعات الله يعطيهم الصحه يعني بدعوا في هاد الانواع ديال البسبوسه. وهاد البسبوسه بهاد الشكل كذلك سناء ام شرف قدمت لي من الجروب ديال نساء الهمه، اللي كنوجه لهم تحيه كبيره تبارك الله على المجهودات ديالهم. دابا راه يعني بعثوا سناء، مشكوره جدا ام شرف، اختارت كثير من المستمعات في الجروب ديال نساء الهمه، وراه قريبا ان شاء الله غادي ننزل في موقع لالا بلوس واحد التسجيل اللي فيه مجموعه ديال الحلويات الدوازتي، باش يكون عندكم فرصه على انكم تسمعوا هذاك التسجيل ويبقى عندكم كارشيف ان شاء الله. وغادي نصيفطوا حتى يعني في الواتساب اللي طلبوا، على اساس انهم تلقاو حلويات اللي هما مشكلين منوعين سهلين واقتصاديين وكيجيو زوينين، يبقى عندكم هذا كارشيف فيه بزاف ديال الحلويات تسمعوهم وتطبقوهم بكل سهوله. كذلك بعثت لي واحد البسبوسه ديال الشوكولاته ان شاء الله هذا الاسبوع غادي ندوزوها في البرنامج. تذكرت عاطفه ام نعمه اللي كنوجه لها تحيه كبيره، وكانت تبارك الله خبيره في الانواع ديال البسبوسه، يعني دائما كتزيد اضافات ان شاء الله. توحشناها كذلك تشارك معنا في البرنامج، ونتمنى انه الا كانت في الاستماع توجد لنا المزيد من الاقتراحات ديال البسبوسه. كذلك البسبوسه بالكريم باتيسير يعني كتبقى في الوسط، راه فعلا كتجي لذيذه بزاف، ونتمنى انكم تجربوها. غادي نعاودوا نرجعوا لهاد الاقتراحات ديال حياه ام فهد، باش يكون عندكم فرصه انكم تسجلوهم. وما تنساوش على انه راه الحلقه يعني راه مباشره غتلقاوها في العشيه في يعني في موقع لالا بلوس، في حلقات لالا مولاتي عقلوا غير على التاريخ، اليوم 10 في الشهر عقلوا عليه، باش تدخلوا لي مباشره غادي تلقاو هاد الحلقه وتعاودوا تسمعوا المقادير والطريقه. غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا، وغادي نمشيو للمسابقات اليوميه ونتعرفوا على شكون الفائزات المحظوظات معنا اللي تختاروا اليوم، باش نسمعوا صوتهم على خير ويشاركوا معنا من خلال المسابقات. وما تنساوش على انه هذه المسابقات كيمنحكم كل شهر هدايا من ذهب. اذا تفضل هند، الاقتراح الاول فطيره بالعسل فيها كاكاو دقيق ديال العنبه، راه العنبه فيها 3 معالق ديال الياغورت الطبيعي، ايه معلقه كبيره، فيها 4 معالق ديال الزيت، خماره ديال الحلوه حمراء، فيها فاني، ايه ساشي فاني، معلقه سنيده كبيره، ايه ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الزعتر، شويه الملح، واخا وراك دير 4 معالق ديال الماء، الا ما قدوكش 4 معالق كدير 6 معالق، خصها تكون خفيفه تتلصق في اليدين، هي كتكون عجينه كتلصق في اليدين مزيان. صافي سد لك اياها واحد شويه، تخليها 5 دقائق ما تفوتيهاش، ما قل ما كثر 5 دقائق، كتسرحيها بمدلك ولا باليدك. واخا الا سمحتي نعاودوا للمستمعات المقادير هند. واخا كاسون الطحين، ايه كاسون 3 معالق ديال دانو مع ياغورت مسوس، ياغورت مسوس 7 معالق زيت، معلقه سنيده كبيره، خماره حمراء، ايه ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، والملح، ايه و4 معالق ديال الماء ولا 6 على حسب، ايه على حسب الخليط، كتجمعيها تكون خفيفه، ايه واحد فانيا قلتي لنا فاني، وفاني ايه فاني ولا جوج على حسب الفاني، كتبغي الفاني، ايه فعلا صافي. و تخلي دلكيها 5 دقائق، دلكيها شويه تخليها 5 دقائق، تسرحيها بالمدلك بشويه دقائق، وديرها في شي طاوه هي تكون رقيقه، تسرحيها وتجمعيها تهزها من الجناب بحال شكل الكيشك، اييه فعلا، وتقضيها بالفرشيط، وتاخذي واحد الجبن الدهن، راه تكون سلاطه بيضاء، الجبن الدهن وكتقسمي كتاخذي النص ديالها، كتخويها على ديك الفطيره، ديك ال اييه، وكتديري عليها الفرماج حمر تفكي عليها من الفوق، وتدخليها الفران يكون سخون، راه ما كتبقاش بزاف، راه 5 7 دقائق 10 دقائق كطيب، اييه واخا، وتحمريها من الفوق، ومن تخرجيها تكون مسخنه العسل وتخوي عليها، ترشي عليها شي 2 معالق ولا 3. اييه الفران كتشعلي الفوق ولتحت ولا غير لتحت؟ لا كتشعلي غير لتحت، لتحت تكون اييه غير بالك تحمرات من الجناب، نشعلوا الفوق،
شي عليه الفوق ومن خرجات رشي عليها العسل تجي غزاله ولكن هذا غير تتوجد واخا دقائق تكون مزيانه هذه اييه هذه مزيانه اللي قلتيها كتغير توجد اييه فعلا عندك الحق الله يعطيك الصحه وداك المذاق ما بين الملوحه والحلاوه فعلا كيجي زوين بزاف اللي ذاقها كيحمق عليها وانا ما تقطعنيش انا كنحمق عليها مزيان بصحتك الله يبارك فيك تبارك الله عليك الاقتراح الثاني شنو هو شنو تختاري لنا كاين الشهبه كاين ثمن حلو اللي بغيتي يلا واخا لك الاختيار اختاري لنا انت كاين الشهبه ساهله وزوينه هي كتجي غزاله فيها كاس كاس الحليب ايه كاس الماء دافي جوج ما يكونوا دافين كاس سنيده ايه كاس زيت بيضه ايه واحد ياغور طبيعي واحد جوج خمارات حمرين وخميره الدار خميره الدار على حسب الجو جوج معالق قد ما كثرتي الخميره قد ما كتطلع الخميره ايه صافي وكتجمعيها بالدقيق وشويه الملح ضروري الملح وكتجمعها بالدقيق ملي كتجمعها بالدقيق تكون خفيفه حتى هي ضروري ماتحتاجش كنشفنج وتخليها تخمر مزيان قد ما خمرت قد ما مزيان تعاودي ثاني تكوريها صغيورين ثاني ديريها في اللاطه وحكا فاشي فاني شي جوج فاشي فاني اييه صافي وكتخليهم يخمروا عاوتاني مزيان من طلع مزيان كديري فاني كتخلطي مع بيضه كتخوي عليها من الفوق مزيان ترشي عليها الزنجلان وتدخليها الفران ومن تخرجيها ترشي عليها ثاني العسل ايه الله يعطيك الصحة لقائنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وقبل ما نمشيو للتواصل المباشر معكم غادي نمشيو لاول اقتراح واللي هو الدجاج طاجين ديال الدجاج يعني بالبصله والزبيب والبرقوق واللي نتمنى انكم تجربوه واكيد انه كثير من المستمعات تبارك الله كيجربوه لكم الاختيار اما الدجاج البلدي او الرومي على حسب القدره وعلى حسب اللي متوفر اكيد على انه بالدجاج البلدي يعني كيبن المرقه وكيجي يعني واحد الطاجين مميز جدا نتمنى انكم يعني تجربوه واللي ما كانش ناخذ الدجاج الرومي العادي الدجاج اكيد انه كيتغسل بطريقه العاديه يتغسل مزيان اللي تغسلوا بالملحة والحامض بالقشور ديال الحامض سكينجبير كذلك ويتشلل مزيان كذلك اللي كيدوزوا في الطحين فكل واحد على حسب كل واحد كيفاش كيغسلوا حتى داك الماء ديال الزيتون اللي تيبقى حتى هو تيتغسل تيجي مزيان نهائيا ما تتبقاش فيه زفوره وكيتسختر مزيان وكيتنشف الا كان في الكونجيلاتور راه يعني ناشف ومبيت يعني مده ما كانش اكيد انه الدجاج ما كيطيبش في نهارو باش يعني كيتنضغ مزيان كيجي مزيان بالنسبه للدجاج غادي ناخذوا دجاج بلدي ولا رومي على حسب غير هو الدجاج البلدي راه كياخذ طياب اكثر من الدجاج الرومي ومن الاحسن انه هاد الطويجنات يديروا في الطاجين يعني ما نطيبوش في الكوكوط ناخذوا وقتنا ونطيبوه على اتساع ما عندناش الوقت بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش مثلا الوقت فناخذوا يعني الدجاج البلدي ناخذوه ونحاولوا اننا نديروه في كميات ديال الماء يعني ما تكونش كثيره واحد ناخذ مثلا كوكوط ونديروا فيها الدجاج بلدي ونديروا الماء ونديروا مثلا حبات ديال القعقله ديال بسيبيسا مثلا ونديروا شويه ديال مثلا الابزار على حسب ونحاولوا اننا نخليوه بحال غادي نسلقوا بحال غادي نطيبوا واحد شويه فهداك الماء وعلاش قلت الماء قليل باش هذاك الماء هو اللي نعاودو نمرقو به في الغد يعني العائلات اللي ما عندهمش الوقت راه كتجي طريقه سهله سواء في اللحم اولا في الدجاج البلدي اولا في اللحم هذوك ياخذوا الوقت اما الرومي راه دغيا تيطيب فناخذوا مثلا دجاج اولا اللحم نديرو فيه كميه من الماء ما تكونش كثيره بزاف وما تكونش قليله بزاف ونحاولوا اننا بحال غادي نسلقوه يعني نخليوه بحال كينزل مزيان يعني حكي ينزل ما كنخليوش حتى كينزل مزيان يعني غادي نديرو بحساب انه غدا غادي مازال يزيد يطيب فغادي ناخذوه على الاقل ما غاديش ياخذنا الوقت بزاف ونخليوه حتى من بعد نطفيو عليه ونخليوه حتى كيبرد ونديروه في واحد البواطه نخليوه حتى كيبرد مزيان ما ندخلوش الثلاجه هو سخون نديرو في واحد البواطه ولا نخليوه ديك الساعه ندخلو الثلاجه ومنين نخرجوه في الغد ديك الساعه كنصبو عليه يعني الدجاج او اللحم طريقه سهله هذه كنتكلموا على السيدات اللي ما عندهمش الوقت وبغاو انهم يديروا الدجاج بلدي او اللحم يطيبوه هكا طويجنات كيجيو ساهلين ديك الساعه غير كنرميو بطاطا او لا غيره فكتجينا الامور سهله بالنسبه للوقت الا خدينا الوقت ديالنا فغادي يجي الطاجين يعني طيب بالمهل طيب مزيان غادي ناخذو الدجاج قلنا الا كان بلدي غادي نعطيوه الوقت ولا كان رومي راه عندنا ميزاننا كنصبو كلشي في دقه واحده غادي ناخذو الطاجين ديالنا غادي نديروه على عافيه مهيله وغادي ناخذو البصله وغادي نفرشوه على شكل دوائر الا كانت البصله البيضه يكون احسن
ما كانش ناخذوا البصله الحمراء ما تكونش حاره بزاف، وغادي نقطعوها على شكل دوائر رقيقه. يعني مثلا بصله وحده متوسطه غادي نقطعو على شكل دوائر رقيقه، وغادي نستفوها في التحت ديال الطاجين، وغادي نديرو واحد شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت، وغادي نخليوها غير يعني كتنشوفوا ديك البصيله كتنزل واحد شويه. من بعد غادي نستفو طريفات ديال الدجاج كيف ما قلنا، رومي ولا بلدي ولا اللحم على حسب اللي متوفر عندكم، كنستفوه. من بعد كناخذوا العطريه، غادي ناخذوا واحد الزلافه وغادي نديروا فيها شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال الزعفران شعره، وواحد شويه من القعقله وسيبيسه. القعقله وسيبيسه مع الدجاج راه يعني راه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف. العطريه ديال المروزيه كنديروها في المرقه ديال اللحم، وقعقله وسيبيسه كنديروهم يعني في المريقه ديال الدجاج، والا ما كانش متوفر ديك الساعه كندوزو كنديرو شويه من العطريه ديال المروزيه. ما كنكثروش حتى القعقله وسيبيسه فيهم واحد المذاق من جديد، ديك القشرات ديال الكوزه وكذلك قعقله، هادوك بجوج يعني تيكونوا فيهم واحد المذاق مجد، فإلا كثرنا منهم كيوليو يعني كيغلبوا على المرقه اولا كيجونا مرين، فهما خاصنا نمشيو بالقياس. إلا خدينا واحد الطريقه صغيره من القعقله وسيبيسه، دائما مثلا ناخذوا مثلا عند العطار ناخذوا بحال دابا 10 دراهم ديال القعقله ومثلا 10 درهم ديال بسيبيسه، ويطحنهم لينا اولا نجيبوهم للدار لانهما حبات ساهلين. هذيك بسيبيسه القشره ديال الكوزه يعني كتكون ليمونيه، وقعقله هي حبه الهيل يعني اللي كيديروها في الروس بسماتي وغيره. هذيك قعقله ناخذوهم ونطحنوهم مع بعضياتهم ونخلطوهم قياس واحد، يتخلطوا ويداروا ويتخلطوا في قرعه ديال الدجاج هكا اللي كنديروا العطريه، ونبقاو كل مره نهزوا خاصه اللي بغينا نطيبوا الدجاج. قلنا شويه ديال الملح، الابزار، سكينجبير، الخرقوم بلدي، شويه ديال الزعفران شعره، قعقله وبسيبيسه مطحونين واحد شويه منهم، وكناخذوا واحد شويه ديال السمن الحلو او السمن الحار واحد راس معلقه على حسب. هادشي كله كنخلطوه في شويه ديال الماء يتخلط مزيان، وكنسقيو الطاجين ديالنا هذاك الدجاج اولا اللحم مع هذيك البصله اللي درنا. فاش كنديروا ديك العطريه صافي كنخليوها، ومباشره كنمشيو كناخذوا واحد ربعه ديال البصلات يكونوا كبار بيضين، كناخذهم وكنقطعوهم شنيفه كرقاق يعني شرائح رقيقه هلاليه تيكونوا رقاق، ما نخليوهاش غليظه. السر في هاد الطاجين هو انه ديك البصله باش كتنزل لينا مزيان، وخاصه البصله البيضاء ضروري اننا نقطعوها يعني هلاليه تيكونوا رقاق. يعني بحال دابا نقطعوا البصله على النص مثلا، كل بصله نقطعوها على النص ونحطوا البصله وحده في القرطه ونبقاو ندوزوها هكا رقيقه، اولا اللي كيعرف يشلدها عادي يحاول انه يدوزها على شكل هلاليات وتكون بحال الخيوطه، غدا يعني رقيقه بزاف. هذيك الكميه ديال البصله ملي درنا مثلا هذيك العطريه اللي حنا خلطناها في ديك الزلافه نخليو منها شويه وندوزو فيها هاد البصله، ضروري على انه داك اللحم ولا الدجاج يشرب هذيك العطريه، وكذلك نفس العطريه ندوزوها في البصله. فكيف قلنا الطاجين درنا فيه دوائر ديال البصله وحده من التحت، ونزلنا الدجاج اولا اللحم، ومن بعد درنا يعني العطريه. الا ما بغيتوش ديروا العطريه مباشره ديروا دوائر ديال البصله، وديروا مثلا الدجاج، وعاودوا خذوا ديك البصله اللي قطعناها شرائح رقيقه بزاف نديروها في الوسط فوق هذاك الدجاج، وعاد ديك الساعه ناخذوا زلافه ونديروا فيها الملح والابزار والسكينجبير والخرقوم البلدي والزعفران شعره وشويه من القعقله وبسيبيسه، اولا نعوضوها بشويه من المروزيه، ونديروا شويه ديال السمن، يتحلوا هادو مزيان في شويه ديال الماء سخون. دائما الاضافه كنزيدوا الماء سخون ما كنزيدوش الماء بارد، لانه غتجينا البرقه باسله الا زدنا الماء بارد، لانه الطاجين سخون اولا كوكوت سخونه وبدينا كنطيبوا في اللحم اولا في الدجاج، الا خوينا الماء بارد راه كيتكنزز لا الدجاج ولا اللحم، وفي نفس الوقت كتجينا المريقه باسله، فضروري انه يكون الاضافه دائما كنزيدوا الماء سخون. من بعد كنخلطوا هاد العطريه وكنديروها فوق هذه، كنخلطوا هذيك البصله مزيان بها، وكناخذوا قزبر ومعدنوس مربطين ضروري يكونوا مربطين، وكنديروها في الوسط، وكنمشيو كناخذوا حفنه ديال البرقوق يابس كيتغسل مزيان، ومن بعد غير كيتغسل مزيان مباشره ما كنخويو عليه لا ما لا والو، يتغسل مزيان ومباشره كنستفوه في الوسط، نديروا حفنه كذلك ديال الزبيب حتى هي نديروها في الوسط، ومن بعد كناخذوا كنديروا واحد شويه خيوط هكا ديال الزيت الروميه مع الزيت البلديه. شنو غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا مباشره غادي ناخذوا اما سنيده او العسل او داك السكر البني واحد فيهم واحد في الثلاثه، وكندوزوه من الفوق فوق هذاك البرقوق وفوق هذيك البصيله من الفوق وفوق هذاك الزبيب، وغادي نرشوا بشويه ديال القرفه، غادي نرويو بشويه ديال الماء ما كيكونش الماء كثير، لانه اصلا البصله كتكون فيها يعني البصله كتلق لينا الماء،
فباش يجينا الطاجين مشرب ضروري على انهم ما نكثروش نهائيا، يعني واحد الا بغينا نقولوا كاس صغير ديال الماء غادي نخويوه وغادي نسدو الطاجين وغادي نخليوه على عافيه مهيله. اللي خاف اللي عنده مثلا دوك العويلات ديال العافيه تيكونوا مجهدين، واخا ديك العين الصغيره يحاول اما ينقسم البوطه لتحت اما يدير هذيك الحديده التحتانيه عافيه مهيله ويخليه كيطيب على خاطره. راه كيجي زوين بزاف، قلنا الطاجين الدوائر ديال البصله وحده، ونفرشوا الدجاج ولا اللحم، نديروا البصله مقطعه على شكل هلاليه رقيقه وتكون البصله البيضاء، ومن بعد غادي ناخذوا زلافه نديروا فيها الملح والابزار والسكينجبير والخرقوم والزعفران وشويه من قعقلة وسبيسة اولا شويه من راس الحانوت وشويه ديال السمن، يتخلطوا مزيان في شويه ديال الماء، ومن بعد كنخلطوه مزيان باش كتخلط على ديك البصله وعلى هذاك الدجاج اولا اللحم. وكناخذوا حفنه ديال البرقوق وحفنه ديال الزبيب اللي حيدنا لدوك العويدات ديالو، تغسل مزيان هادو بجوجهم، تغسلو مزيان من التراب. ملي كيتغسلو كنديرو حفنه في الوسط وكنديرو الزبيب وكنرشو اما بمعلقات من السنيده اما من العسل اما من السكر البني داك الاشقر، وكنرشو بشويه ديال القرفه. دائما هاد الطاجين نحاولوا انه ما نديروش على طيبه الحلاوه بزاف، لانه ملي كناكلو مريقه فيها الملوحه وشويه مهرسه بشويه ديال الحلاوه كيجينا زوين، لانه ماشي كلشي كيبغي الطاجين يكون حلو يكون معسل. فنكتفيو بديك الحلاوه ديال البرقوق الحلاوه ديال الزبيب، ونديروا واحد شويه يعني ما نكثروش مثلا سواء ضفنا العسل او ضفنا سنيده او ضفنا يعني السكر الاشقر. ودائما ملي نديروا مثلا نرشوا بالقرفه ونديروا خيوط من الزيت البلديه والزيت الروميه، ونديروا قلنا القزبر معدنوس مربط، ما نساوش السمن لانه حتى هو في الدجاج بلدي كيجي مزيان، ولا في الرومي يعني نديروا شويه ديال السمن. الا كان الحلو نديروا معلقه صغيره، كان داك الحار اللي كنديروا فيه سكسو نحاولوا ان نديروا واحد راس معلقه ديال السمن، وكنسدوا عليه على عافيه مهيله وكنخليو. قلنا كنديروا واحد اما نص كاس صغير ديال الماء اما كاس صغيور ديال الماء، ونخليو لانه البصله كتطلق الماء، وديك الساعه غادي نخليه هو كيطيب. فهو كيطيب على عافيه مهيله، داك البرقوق كينزل وزبيب كذلك كيتعسل واحد شويه بهذاك الاضافه اللي درنا ديال الحلاوه سواء عسل ولا سكر اشقر ولا سنيده، ومع ديك الطيبه ديال القرفه. وفي نفس الوقت ملي بدا يطيب لينا ونشوفوا انه داك الشيء بدا كيطيب، الطاجين بدا كيطيب وديك المريقه نحاولوا نذوقوها، وحنا ديك الساعه عندنا ميزاننا باش ما نزيدوش واحد الحلاوه بزاف وتجينا كثيره، نذوقوا ديك الساعه نخليه ياخذ وقته تقريبا، ياخذ الوقت ديالو واحد نص ساعه ساعه الا ربع حتى يطيب لينا، نحسوا بانه بدا كيطيب مزيان ودخلوا الطياب واللون ديالو تبدل وديك البصله نزلات. ديك الساعه غناخذوا معلقه وغادي نذوقوا، وغادي نذوقوا عندنا ميزاننا. ديك الساعه كل واحد كيفاش كيبغي يتذوق الطاجين، اللي تيبغي الملوحه تكون غالبه على الحلاوه ديك الساعه يخليه من هكا، ما كانش وشفنا انه مازال ناقصه شويه ديال الحلاوه ديك الساعه راه حنا كنزيدوا واحد شويه ديال العسل من الفوق باش كنحاولوا اننا نوازنوا ونمشيو في الطاجين. ديك الملوحه غالبه على ديك الحلاوه، لكن ديك الحلاوه مهرسه واحد شويه يعني ماشي كثيره بزاف، فبهذه الطريقه كيجي زوين. كيف ما قلنا الا كان بالدجاج البلدي راه كيجي رائع جدا، يعني واكيد السيدات راه كيعجبهم الدجاج البلدي. الا ما كانش متوفر حتى بدجاج رومي الا تغسل على حقه وطريقه، وكان يعني من بلاصه مزيانه وصيبنا هاد الطاجين راه فعلا ما تشبعوش منه، حتى الوليدات غادي يعجبهم بزاف. ومع هاد العطريه يعني حتى هي كتدفي. نتمنى تجربوا هاد الطاجين ديال البرقوق بالبصله. عندكم حبات مثلا بقاو حبات ديال المشمش، حتى هما نفس الطريقه غيغسلوهم مزيان، وتا هما واحد خمسه ولا سته الحبات ديال المشمش. فكل شيء مع ديك التعسيله ديال القرفه مع داك السنيده اولا العسل، ومره مره كنبداو نهزو بديك المريقه المريقه ديال الطاجين كنبداو نهزو وكنبداو نديروها فوق البرقوق فوق المشمش فوق داك الزبيب وفوق ديك البصله من الفوق، باش كل شيء كيجينا مشرب وكتجينا ديك المذاق ديال ديك المريقه في هذيك البرقوق اولا في داك الزبيب، وعلى عافيه مهيله وكنخليوه حتى كيطيب مزيان. نتمنى تكون وصلتكم الفكره. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا باش نعطيكم الاقتراح ديال امينه السقاط، واللي هو كيفاش يعني كتعسل السفرجل وكتحتفظ به يعني مده طويله في الكونجيلاتور، كيجي زوين وحتى اللون ديالو في الصراحه كيجي مختلف، كيجي اللون ديال السفرجل معسل يعني حمر باين مصايب في الدار. فان شاء الله من بعد الفاصل نعطيكم المقادير والطريقه. مازال لقاء مازال تواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال فقره لاله مولاتي المتنوعه، وغادي نمشيو للاقتراح الثاني ديال طريقه ديال التعسال ديال السفرجل اللي ممكن ان احتفظوا به في المجمد في الكونجيلاتور، وكل مره نجبدوا من الكميه المطلوبه وديك الساعه نذوقوا بها سواء اللحم ولا الدجاج يعني على حسب اللي متوفر. وان كان يعني السفرجل تعودنا انه معروف يعني من بين الاكلات التقليديه كيكون دائما في اللحم، فغادي ناخذوا
بالنسبه لهذه الطريقه ديال المستمعه امينه سقط لكم وجه تحيه كبير وتبارك الله عليها، يعني عندها اقتراحات زوينين بزاف واللي قدمت كثير منهم من خلال البرنامج وجربوهم المستمعات وكيصيفطوا لي بالصور ديال الاقتراحات اللي جربوا. فبالنسبه لهذا التفرجل هو انه بزاف بعد المستمعات كيصيفطوا مثلا كيصيفطوا لي ميساج على اساس عندهم طاطا حلوه كثيره او لا عندهم مثلا شي خضره اللي كتكون كثيره او لا القرقاع مثلا بكميه كثيره، فكيبغيو انهم عدد كبير ديال الاقتراحات. فاللي عنده السفرجل بكميه كثيره اولا اللي مشى مثلا تقدى السفرجل ويحاول انه ياخذ كميه تكون متوسطين من كميه معقوله ويحاول انه يدير هذه الطريقه، هو انه على حسب امينه هو انه كتاخذ السفرجل كميه يعني تكون كثيره وكتاخذ يعني الحلفه وكتغسلو مزيان يعني بالقشره ديالو لانه هو كيكون كيجمع التراب وكيكون فيه بحال واحد شنو نقولوا يعني بحال واحد الريش يعني هكا رقيق ما تيبانش، فكنغسلوه بالحلفه مزيان ومن بعد كتغسل مزيان وتخوى عليه الماء ومن بعد كتقطعو على اربعه. ملي كتقطعو على اربعه ديك الساعه كتنقيه وتحيد ديك الزريعه ديالو وتقادو، كيتقطع على اربعه كل سفرجله كتنقى وكتقطع على اربعه. هو ما يمكنلوش هو يعني السفرجل خاصو تيتقطع عاد كيتنقى عاد كيتقشر وكيتحيد ليه الزريعه ويتقاد مزيان ويتقشر. يعني ناخدو كميه ديال السفرجل اللي عندنا نحكوها مزيان بالحلفه نغسلوها مزيان من بعد بحال التفاحه نقسموها على النص وكل نص نقسموه على النص باش يجيونا اربعه ديال الطريفات ديال السفرجل، وناخذوا كل طريف غادي نحيدوا ليه ديك الجهه اللي كتكون قاصحه العويدات نتنقى مزيان يتقشر، وديك الساعه كناخذوا الكوكوت. يعني شو الطريقه ديال يعني سمعوا الطريقه ديال امينه هو انه كناخذوا الكوكوت وكنديروا هاد الطريفات ديال السفرجل كنديروا تفريشه ديال الحبات ديال السفرجل، وفي كل ما بين كل تفريشه وتفريشه ديال السفرجل كدير يعني سنيده وكدير القرفه كترش بسنيده وكترش بالقرفه. يعني مثلا عندنا ناخذ الكوكوت شويه كبيره وعندنا مثلا 2 كيلو ديال السفرجل ولا 3 كيلو ديال السفرجل، هو تغسل تغسل مزيان تحك مزيان بالحلفه تغسل مزيان تقطع على اربعه وتحيد له القشره ديالو الزريعه وداك ديك الجهه القاصحه يعني تقاد مزيان ولا هكا طريفات يعني طريفات اللي هما بحال كيف كنلقيو التفاحه على اربعه نفس الطريقه. غادي ناخذوا الكوكوت وغادي نديروا التفريشه الاولى السفرجل ونرشوا بسنيده والقرفه ونعاودوا نستفوا فوق منها طبقه ديال السفرجل نرشوا عليهم سنيده والقرفه نعاودوا نديروا الطبقه مثلا الثالثه ديال السفرجل ونديروا نرشو بسنيده والقرفه ومن بعد غادي تيكمل لينا داك المقادير وعلى حسب الكوكوت وعلى حسب الكميه. عاد ديك الساعه غادي نزيدو عليهم كاس ديال الماء نخويو في الجناب كاس ديال الماء ونديرو من الفوق نص كاس ديال المزهر كاس ديال العنبه ديال الماء ونص كاس ديال المزهر كنسدو الكوكوت كنسدو عادي نسدو الكوكوت مزيان نديرو الصفاره ونخليوها يعني العافيه مهيله غير تصفر لينا الصفاره نحشبو ثلث ساعه 20 دقيقه من بعد كنحلو عليه وكنبقاو نحركو بالودنين ديال الكوكوت كنبقاو نحركو هكا ما كنقيسوش السفرجل كنبداو نحركو غير الودنين ديال الكوكوت هكا نقبطو اليدين ديالها وكنبقاو هكا نميلو على اليمين وعلى اليسار حتى داك السكر يبان لينا انه يعني بحال تلبس بهذاك السفرجل اللي الفوق وهو دائما على العافيه يعني ما كنطفيوش عليها كنبقاو نحركو قلنا اليدين ديال الكوكوط وكنبقاو نميلو باش هذيك التعسيله كلها تخلط بالسفرجل يعني اللي درناه على شكل طبقات. احنا دائما كنحركو الكوكوط ممكن انه نميلو الكوكوط مثلا نهزو بالمعلقه نميلو الكوكوط شويه ونهزو المعلقه ديك المريقه ديك التعسيله ونبداو نديروها من الفوق يعني حتى كيبان هذاك السفرجل كله ودائما هو على عافيه مهيله حتى كيبدا عقاد لينا كلشي وحتى كيبدا يتحمر لينا السفرجل وكيتعسل لينا اللون ديالو يعني من الفوق ومن التحت كيبان لينا، وديك الساعه كنخليوه حتى كيبرد لينا مزيان وكنقادو البواطات ديالنا وكنديروا كميه ديال السفرجل اللي غادي كفانا باش غادي نعسلو به مثلا باش غادي نعسلو به الدجاج ولا اللحم ولا على حسب الاضافه اللي بغينا نديرو. ودائما هذيك التعسيله اللي كتبقى لينا ضروري كنقسموها على البواطات، يعني مثلا درنا طفينا عليه الكوكو تعسل لينا ولا اللون ديالو احمر بغينا خليناه طفينا عليه الكوكوط وخليناه كيبرد، ها هو برد لينا مزيان ضروري حتى حاجه ما كندخلوها سخونه للثلاجه، كنخليوه حتى كيبرد مزيان. ومن بعد كناخذوا حبات قطع ديال السفرجل كنهزوهم نديروهم في واحد البواطه صغيره ونهزو واحد شويه من ديك التعسيله ونديروها في البواطه، يعني كل طريفات ديال السفرجل اللي غادي نديرو في البواطه نزيدو عليه شويه من ديك التعسيله وكنديروهم
يعني مع داك العسل ديالو اللي كيخرج من اللي كنديروا فيه، وديك الساعه غناخذوا لكم الاختيار. كانت الكميه كثيره ومثلا عارفين انه مثلا غادي نزوقوا به مثلا المريقه ديالنا ديال اللحم، ديك الساعه مثلا نديروا مثلا 6 ديال الطريفات في كل بواطه مع شويه من ديك التعسيله ديالو، ونبقاو غادين على حسب عينكم ميزانكم. طريقه سهله، واللون ديالو كيكون احمر، يعني الشكل ديالو كيجي معسل، كيجي بحال الخوخ، بحال اللون ديال الخوخ، بحال اللون ديال المشمش، يعني فعلا واحد اللون ديالو زوين كيشهي. وديك الساعه كطيبوا اللحم بالطريقه العاديه. نتمنى تكون وصلتكم الفكره. فالطريقه سهله، قلنا ناخذوا كميه ديال الصفرجل تكون كميه كثيره شويه، ممكن على انه السيدات اللي بغاو يجربوا يبداو بكميه قليله، ياخذوا ولو واحد جوج ولا ثلاثه ديال الصفرجلات ويديروا هذه الطريقه، ومن بعد ملي تحكموا في الطريقه مزيان ويشوفوا الملاحظات عليها، ديك الساعه ياخذوا الكميه الكبيره ديال الصفرجل. قلنا الصفرجل يتحك مزيان بالحلفه، يتغسل مزيان، يتقطع بحال الثلاجه، بحال التفاحه، يتقطع على النص، وكل نص يتقطع على النص، يعني باش جينا 4 ديال الطريفات في كل صفرجله. ومن بعد كنقيوه مزيان ونقشروه، وكناخذوا الكوكوط على عافيه مهيله وكنستفوا ناخذوا الكوكوط ونستفوا حبات ديال الصفرجل طبقه، ونرشوا بسنيده ونرشوا بالقرفه، نديروا الطبقه فوق منها ديال الصفرجل، نعاودوا نرشوا بسنيده والقرفه، نديروا الطبقه الاخرى على حسب الكميه اللي عندنا ديال الصفرجل. تقدر تجينا غير طبقه واحده، على حسب درتو مثلا غير صفرجله واحده ولا جوج، بغيتو تجربوا تقدر تجيكم جوج طبقات، ثلاثه طبقات، اربعه طبقات، على حسب الكوكوط وكذلك اولا الطنجره، ولا على حسب الكميه ديال الصفرجل اللي عندنا. المهم خاصو يجي تفريشه ديال الصفرجل ونرشوا بسنيده والقرفه، وتفريشه فوق منها ديال الصفرجل نرشوا بسنيده والقرفه. من بعد ملي نديروا على شكل طبقات وما بيناتهم سنيده والقرفه، ديك الساعه غادي نخويو عليه الكوكوط كاس العنبه ديال الماء، ونص كاس ديال الماء زهر، كاس ديال الماء ونص كاس ديال الماء زهر، وكنسدو الكوكوط مزيان ونديرو الصفاره ونخليوها يعني كيطيب. ما غادي نشوفو الصفاره بدات كتصفر، يعني نخليو كيطيب على عافيه مهيله، غير تبدا الكوكوط كتصفر لينا ديك الساعه نحسبو من مورا ديك التصفار ديال الكوكوط نحسبو 20 دقيقه، ثلث ساعه. من بعد ثلث ساعه غادي نحلو عليه ونبقاو نحركو باليدين، قلنا ديال الكوكوط غادي كنديو نجيبو على اليمين على اليسار باش كيتلبس كله داك التعسيله بداك الصفرجل. ممكن اننا نميلو نهزو بالمعلقه هكا ونبداو نديرو حتى يتخلط لينا كله ويتعسل، ونخليوه كيف قلنا حتى كيتلبس لينا داك الصفرجل بهذيك التعسيله اللي الفوق واللي لتحت، وهو على عافيه مهيله حتى كيبدا يعقد لينا هذاك التعسيله ديالو. وكنشوفو على انه تحمر اللون ديالو، تحمر لينا وتعسل، ومن بعد كنخطفوا عليه العافيه وكنقيسوه كنشوفوه راه طايب معسل نازل مزيان وكل شيء. كنطفيو عليه العافيه وكنخليوه حتى كيبرد، ديك الساعه كنقسموه في بواطات مع ديك التعسيله ديالو، يعني في كل بواطه درنا فيها الصفرجل نضيفوا ديك التعسيله، ومن بعد يعني كنخليوه. فاش كنبغيو نطيبوا مثلا اللحم وكنجينا سهله، كنصبوا عادي غير داك اللحم، اللحم ممكن ناخذوا مثلا الكوكوط نديروا مثلا 6 كيلو ديال اللحم، ونديروا جوج ديال البصلات مشلضين كبار، مشلضين رقيق، ونديروا دريس ولا جوج ديال الثومه، ونديروا قزبر معدنوس مربطين، وتشحر واحد شويه داك اللحم، ونديروا شويه الملح، الابزار، سكينجبير، الخرقوم البلدي، الزعفران شعره اولا الضامه ديال الزعفران، شويه من الزيت البلديه، نخليهم كيتشحروا مزيان. عاد ديك الساعه كنضيفوا الماء طايب يكون سخون، وكنسدوا الكوكوط تقريبا واحد ساعه الا ربع حتى لساعه حتى كيطيب لينا اللحم. ولا شفنا على انه يعني اللحم طاب والمريقه مازال يعني كثيره، ديك الساعه كنحيدوا عليها الغطاء ديال الكوكوط، وكنقصوا وكننجدوا العافيه باش كتشرب لينا مزيان. اما الا كانت يعني هي هذيك راه كتجينا مزيانه، فمعنا ميزاننا على حسب المريقه. بعد نوبات كنبغيوها تكون مدغمره مزيان، وبعد نوبات كنبغيو تكون هي يعني مدغمره يعني بنينه، ولكن يعني فيها شويه ديال المريقه باش الواحد كيغمس على حسب. وديك الساعه هاد اللحم راه كنزينو ونخرجو من الكونجيلاتور من المجمد، يعني بواطه فيها يعني الصفرجل، وكنزلوه دغيا كينزل فهاديك الهذا، وكنبداو نهزو ديك المريقه فوق هذاك الصفرجل اللي حنا اصلا موجدينو مقادينو معسلينو طايب، وكيجينا القضيه ساهله. دغيا كنصبو شويه ديال اللحم ولا دجاج مثلا ونعسلوه، ممكن هذاك الصفرجل اللي حنا دابا درناه عندنا في الكونجيلاتور وبغينا نزينو به، يعني تعودنا على انه كنخضرو يعني مثلا كنزينو وكنخضرو بالصفرجل، ممكن ان نديرو حبات منه ونرشو اما بشويه ديال الزنجلان محمر
اولا نرشوه كل نرشوه فوق كل فوق كل سفرجله حبه ديال السفرجل، نرشوه شويه ديال اللوز محمر كونكاسي ولا شويه ديال الكاوكاو مهرمش محمر حتى هو، اولا رقائق ديال اللوز اللي محمرين راه كيجي زوين بزاف، ونتمنى انكم تجربوا هذا الاقتراح. وكيف قلت ممكن تبداو غير بسفرجله وحده تكون كبيره، لانه هي كتكون كبيره حبه ديالها، ممكن انكم تاخذوا غير سفرجله وحده جربوا في الكوكوت بنفس الطريقه وشوفوا اللون كيفاش كيجيكم، شوفوا التحسيله ديالو. الى عجبتكم الفكره ديك الساعه غادي تديروا كميه كبيره ديال السفرجل، وخاصه ملي تيكون الوقت ديالو كنتقداوه وتيكون ناقص الثمن، ديك الساعه ناخذوا ونزلوه هكا في بواطات بنفس الطريقه ديال امينه السقاط. نتمنى تكون وصلتكم الفكره، وغادي نتوقفوا دابا مع فاصل مستمعينا، وغادي نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، نتعرفوا على الحداقات ديالكم من مختلف مدننا واقاليمنا المغربيه. فمرحبا الى عندكم اي اقتراحات ولا شهيوات نصائح منزليه ولا مطبخيه، تواصلوا معنا دابا من خلال البرنامج اللامولاتي على 0522 88 00 60 61 62. غدا نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعنا أول مكالمة خديجة من قرسيف. ألو ألو خديجة. ألو سي سناء، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا اليوم. الله يرحب بك خير. الله يبارك فيك، مرحبا. عندي واحد الباكيت معمر. أييه تفضلي. نص كيلو ديال الدقيق وبيضة وجوج معالق زبدة ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وشوية ديال الملحة، هادي في العجينة. بالنسبة للحشوة عندنا الفلفلة وقرعة خضراء الكورجيت. أييه. وخيزو محكوكين. وعندنا الشعرية الصينية والزيتون مقطع. أييه. مهم كنعجنو العجينة بحال شكل الملاوي عادية. كنديروها كويرات متوسطين، كنطيقوها بالدلاك. اييه. كنكونو مجدين الحشوة الفلفلة والقرعة محكوكين وخيزو، كنشحوهم في الزيت، كنزيدو عليهم كفتة ولا دجاج ولا اللي موجود طريفات، وكنشحرهم مزيان، كنديرو العطرية الملحة بزار تحميرة خرقوم. كنتشحو كنزيدو عليهم الشعرية اللي كنكونو درناها في الماء مسبقا نسخون. اييه. وكان الزيت مقطع، فاش كنطلقو العجينة فاش كنكونو نطلقو العجينة كتكون ديك الحشوة كتكون باردة. اييه ضروري. كنديرها في وسط من ديك العجينة هكا دايرة، وكنسدوها بيدينا على شكل باكيط. اييه. كنخليوها كنديرها في اللاطة مدهونة بالزيت، كنخليوها كتخمر. ملي كتخمر كندهنوها بصفار بيضاء وقهوه سريعه الذوبان، وكان نديروا لها واحد الخطوطه بالمقص باش ما كتقطعناش في الفران ملي كتكون طيب. اييه. وكنطحنوها للفران. وبصحه وراحه. الله يعطيك الصحه، طريقه سهله مناسبه لكوتي هكا بعد ما كنبغيو حويجات اللي هما مالحين. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه خديجه. مرحبا بك ومرحبا بالمشاركه ديالك من قرسيف، الله يعطيك الصحه. معنا كريمه من رشيديه. الو كريمه. السلام عليكم سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. توحشتك بزاف. الله يبارك فيك، توحشك الخير. الطاقم تقني لاباس عليك. مرحبا به، الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يبارك سناء. الله يبارك فيك. في الارقيمه ان شاء الله. يا ربي امين ان شاء الله. الله فيك. عندي لك واحد الحرشات ديال المندارين دابا وقت هذا. اييه. حشنا واحد الرابعه ديال السميده رقيقه. والرابعه ديال الطحين الممتاز ديال الحلوه. واحد القبصه ديال الملحه. لا لا مزيان. الخمارات حمرين. ايه. واحد صافي فاني. وقشر ديال البرتقاله. وكاس ديال العصير الليمون مصدر. وكاس ديال السنيده. سكر يمكن تنقصي اللي ما بغاش الحلوه بزاف. ايه. وكاس ديال الزيت. وبيضه وحده. ايه. وسميده رقيقه للتفناد. كنخلطو كما كيعرفو مستمعات الطريقة ديال الحريشات. أييه. كنخلطو النواشي هما الأولين. من بعد كنديرو حفيرة في الوسط، كنديرو دوك السوائل وكنخلطو ونديروها 5 دقائق ترتاح. أييه. ملي كترتاح كنفندوها في سميدة غليظة ونديروها في فران سخون من قبل، كنديروها في سبلتح ديال الفران تتشقق ونديرها الفوق باش تكمل الطياب. اييه راه كيجيو بنان زوينين. الله يعطيك الصحة. عندي لك واحد الخبزه ديال الشلوح، تنقولوا لها تبادير، ترى الشلوح تيعرفوها. اييه. وصحيه.
فيها طحين ديال الشعير، جوج كيسان ديال طحين الشعير مع البليل من النخالة، وفيها جوج معاق ديال الطحين فورس، وفيها قبصة الملحة، وخميرة الخبز نص معلقة، وكاس ديال الماء دافي. إيه هاد العجينة هادي كتكون شي شوية مطلوقة شوية، كما كتعرفوا الطحين ديال الشعير كيكون شي شوية كيلصق فعلا. إيه وكنمشيو للحشوة. سيدة كدير الحشوة اللي كترتاح فيك، كتجيها بنينة داك اللي شفتو، كديرها الخبزة هادي، كدير لدن اللي كندير انايا، ولا موجود الكبسه كديري، المهم اللي كان كديري كضيفيه، وديري الزيتون مقطع دوائر. اييه وديري سميتو الزعتر، كتنسمي هو بالزعتر والحبق، الحبق كيكون يابس، وكتجيبي ديك الخليط كتقسمي على جوج، كتجيبي الطاوه ديال المسمن كدهنيها بالزيت، وتجيبي باش تفادي داك الوسخ في اليدين كديري الزيت في يدك بحال كتبغي تقطعي القرص. كتجيبي الخليط كتكرصي شي شويه وكديري في شوا، من بعد كتجيبي داك العجين اللي بقى لك ديال الشعير كديريه من الفوق، كتبسطيها، ويمكن باي حاجه ترشيها، بالزرع اللي بغيتي، زنجلان، بافو اللي بغيتي. ايه فعلا الفران كتجي هائله هذيك وصحيه فعلا. الله يعطيك الصحه، هما الاقتراحات كلهم بالشعير، الصراحه الواحد خصو يزيد يدير اقتراحات بالشعير، حريشات ولا حسوه ولا بصح. واحد الاضافه صغيره على داك السفرج، تبارك الله عليك اللي قلتي. اييه واحد الطريقه كنديرها مزيان، تقطعي السفرجل واخا. اييه تقطعي الصبك تلقى لا بصح عندك الحق، كتغسلي كما قلتي كتحيدي بداك الشيء الغبره وداك الشيء المهم يجي نقي. اييه وكنديرو في الكوكوط، كندير عليه الماء ان تيولي نص ديال السفرجل في الكوكوط، ما كتنقي ما والو ديك الساعه، كديري اي تغسل مزيان. اييه حنا حنا باش نقيو هكذا باش نقيو واخا. اييه كديري في الكوكوط كتسدي عليه، وحشنا في سميتو في السفرجل ما يكونش تكون وحده محطوطه نيت مزيان، ما يجيش شي على شي باش ما يطيح. اييه كديري الماء كتسدي عليها، حتى بغيتي تبدا تصفر طفي عليها وخليها تبرد. الا شتي سميتو هكا شي 5 دقائق ولا شي حاجه كتحل لك السفرجله هكذاك، حنا يعني غير باش يكون مشدود، غير باش يلا باش نقيو بسهوله. تقطعو كما قلتي بحال كتقطعي في التفاحه، بحال التفاحه فعلا كتقطعي بسهوله كيجي هائل، اللون ديالو تيبقى صفر كما هو. يعني ناخذو الكوكوط يتغسل مزيان السفرجل ونزلوه هو حبات يعني واقفين واقفين، ما ديريش شي على شي، المهم قسمي. اييه مزيان ديري بحال ديك الربعه الحبات الخمسه. اييه على ما يطيبوا طيب نعاودو نديرو كيميه اخرى ونديرو شويه ديال الماء ونخليوه ياك. اييه على ما يلا تبدا تصفى الكوكوط كطفي عليه، كتخفلي الكوكوط وكل شيء. اييه وكديري الصفاره ديالك وكل شيء يلاه كيبرد شويه وكتحطيه، كتنزلي الموس بحال كتقطعي في الزبده. اييه واخا يجي هائل كذا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. نعطيك واحد الحشوه ديال المادلين واخا تفضلي. هاد الحشوه هادي كتستعمليها في البينيه ولا في المادلين، تيجي تجي هاد الحشوه زوينه. اييه حشنا في واحد الكاسيس ديال العصير الحامض ولا عصير الليمون اللي حبيتي كديريه، كديري جوج معاق كبار السنيده وجوج بيضات وجوج معاق كبار ديال النشا وقشره ديال الحامضه، ولا استعملتي العصير الليمون كديري قشر ديال الليمون. اييه هذا الخليط هذا كديري بحال لا كريم باتيسيير، كتخلطي وكديري فوق من البوطه كتحركي على الملح حتى تيعقد، ملي تيبرد لك كديري واحد المعلقه ديال الزبده، ملي تيبرد لك كديري في الليمون ديال السيليكون. اييه قوالب ديال الثلاجه كديريه في الفريكو تيتجمد، كتحضري المادلين اللي كدير السيده مثلا كديري دائما هكا ولا لي كاب كيك، المهم كديري نص ديال الخليط في الليمون ديال المادلين، وكدير داك القالب كتجبدو مجمد كديرو وسط من ديك داك الطبقه الاولى اللي درتي. اييه وكتكملي كديري داك الثلث ديال سميتو ديال الخليط في الكاغيط ديال المادلين كتخليهم يطيبو، كتجي كتحلي مادلين كتخلي داك تلقاي داك الحشوه داك الحشوه زوينه. اييه تجي هائله، طريقه زوينه تبارك الله عليك. بارك الله فيك سناء، يعطيك الصحه والتحيه لكم بزاف. الله يبارك غير اللي تلخط لك كيساعدك. والحمد لله الحمد لله، المهم كنسمعوا صوتكم على خير ومرحبا بك. بارك الله فيك اي وقت، الله يعطيك الخير كريمه. واحد التحيه الله يعطيك الصحه. اييه لا راس العين تفضلي. تحيه لكم انتم الاولين. اي بارك الله فيك. الله عليكم الحمد لله، نقولكم راه كانت التوانسه دائما بارك الله فيك. هادشي اللي كاين الحمد لله، رمضان الفضل تعرفنا عليها تبارك الله عليكم. وتحيه للام ديالي والاب ديالي والاخواتاتي كاملين،
ولولد ياسين وتبارك الله عليكم واختي حنان واللي كيعرف كريمه في الرشيديه. الله يبارك فيك كريمه ام ياسين الرشيديه. الله يبارك فيك ان شاء الله باذن الله. لاله اختك بارك الله فيك. الحمد لله قسمنا عائله يعني في المغرب كله، لنا الشرف اننا نكونوا حاضرين معكم ان شاء الله. خديجه ام ايمان. اييه راه اختار كندوز عندها. تبارك الله. تحياتنا لخديجه ام ايمان من المستمعات الوفيات البرنامج. الحمد لله. احنا تعلمنا منها بزاف ديال الحويجات وتبارك الله عليها، الله يعطيها الصحه. الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى ومجهوداتكم. الله يجعلها محبه دائمه بيناتنا. وشكرا لك بزاف كريمه ام ياسين الرشيديه. تحياتنا لالهام نوار زازات، للاسف مقشنا الوقت وكنبلغ لك السلام. الهام مرحبا بك في اي وقت. بالنسبه للمستمعات اللي غادي يشاركوا معنا هذا الاسبوع، فغدا باذن الله ثلاثه غادي تكون مشاركه معنا، لانه كان طلبات كثيره هذا الاسبوع انهم يشاركوا معنا. فغدا غتكون ديزه معنا سناء ام ريان والمستمعه كذلك ام نور الهدى. الاربعه ان شاء الله غتكون معنا الشيف نعيمه ام عصام اللي مجدنا اقتراحات حصريه جدا اللي يعني عاد وجدتهم في المركز، اللي كنتمنى لها التوفيقيه وكل المستفيدات اللي كيتعلموا عندها. ويوم الخميس باذن الله غتكون مشاركه معنا المستمعه مليكه ام ساره، غتعطي حلويات غتعطي اقتراحات، وعلى راسهم الصفه اللي ما بقاش الوقت باش انه تعطيها لنا لانه كتبغي بزاف ديال المراحل وكان طلبات كثيره عليها. فهذوما المستمعات اللي غادي يشاركوا معنا خلال هذا الاسبوع. وحتى انتم حاولوا انه اللي بالمستمعات، لانه الله يحسن العون كنعقلوا على شيء وكنحاولوا اننا نرجعوا بالذاكره شويه ونختاروا مستمعات اخرين. فحاولوا اللي بغى يشارك باقتراحات مرحبا به ينسق معايا في نهايه الاسبوع، خاصه يعني الخميس ولا الجمعه، وديك الساعه ان شاء الله ننسقوا مع بعضياتنا الاسبوع المقبل. كذلك بغي نوجه تحيه كبيره لسهيله من الرباط، غيرت رقم الهاتف وشكرا، بعثت لي بالرقم وعلى اساس انه بغات تدوز معنا ان شاء الله لانه مجدة اقتراحات. فالاسبوع باذن الله المقبل مرحبا بك في اي وقت انت وكل المستمعات، وتبارك الله عليكم وعلى المجهودات اللي كتقدموا من اجل برنامج لاله مولاتي باش تعم الفائده لجميع السيدات، هذا هو الاهم. تحيه كبيره لكل اوفيائنا اللي كيسمعونا عبر الانترنت على www.medradio.com. لكم تحيه سعيده عقال رفقتنا في الاخراج البرمجه الموسيقيه سميحه الشوبي، في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم صباح مبروك وبقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو، الاذاعه القريبه منكم.